يا صباح الخير على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا، ويوم جديد ونهارك سعيد. النهارده 12/3، بنتمنى ان شاء الله ان هو يكون يوم جميل وفي تفاؤل، وعندنا اخبار كتيره جدا جدا، وعندنا كمان مواضيع كتيره. بس اسمحوا لي الاول في البدايه، صباح على شريف ومي. صباح الخير. صباح الخير دينا. صباح الخير. صباح الخير مي. صباح الخير على كل مشاهدينا. النهارده زي ما قالت دينا عندنا فقرات متنوعه ومختلفه، وهنبداها وكالعاده دايما بنبداها مع فقره الصحافه، وهيكون معانا فيها الاستاذ الصحفي طارق سعيد وهو مدير تحرير جريده الكرامه. صباح الخير مره تانية على كل بيتابعونا. وقلنا هيبقى معانا مواضيع النهارده متنوعه كتيره جدا، بس هنتكلم في موضوع شغل الناس في الفتره الاخيره بطريقه كبيره، وهو موضوع التمويل الاجنبي وقضيه التمويل الاجنبي وهرب، او مش هقول بقى ان الامريكيين سافروا، هقول ان هم هربوا. ففي مشكله كبيره جدا على القضاء، وناس كتيره جدا غضبانه من الصفقه اللي تمت وان كانت تمت. فهيكون النهارده فيها موضوع هنناقشه مع استاذ محمد الاصمعي محرر باخبار اليوم. وهاخد من كلام ماي واقول ان في فعلا ثلاث محاور بتشغل المصريين دلوقتي، هو فعلا قضيه التمويل الاجنبي وقضيه القضاء والقضايا الكتيره الموجوده والاحكام اللي بتظهر فجاه وسريعا، وغير كده كمان عندنا سباق الرئاسه اللي ابتدى، 260 مرشح متقدمين للرئاسه وتقدموا امبارح، يعني سباق الرئاسه. وغير كمان هنشوف اللعبه السياسيه الجديده اللي جديده علينا كلنا كمصريين هنستفيد بيها ازاي، وغير كده كمان القانون الجديد بتاع حظر الدعايه ليه اكيد مميزات واكيد ليه عيوب، يا ترى ايه هي؟ هنعرفها كمان. ويا سلام لو يحترم، ما هو دي بقى مشكله ثانيه. كنت لسه هتكلم معاك كده بالظبط يا شريف، فعلا يا سلام لو يحترم، لان احنا كنا شفنا تجاوزات كتيره جدا في مجلس الشعب وفي انتخابات مجلس الشعب والشورى، وما فيش حد اتكلم تماما بالظبط. فقوانين يعني القوانين يعني ماشي طبعا، وده ممكن اعمل لك قانون بكره صبح قد كده اهو. لا بس طبعا ودي جملتنا الشهيره اللي بتظهر دايما، اللي يعرف فين سياده القانون يقول لنا ان احنا بندور عليه. بس الموضوع الثالث اللي بيشغل المصريين دلوقتي، اللي ماشي زي ما بيقولوا بارل مع او موازي، هو الدستور. فالنهارده معانا فقره عن مقترح اعاده صياغه الدستور المقدم لمجلس الشعب، والمقترح من حكومه الظل. حكومه الظل هي حكومه شبابيه، وهيكون معانا وزير الخارجيه بحكومه الظل استاذ شريف محمد، وكمان دكتور محمود عبد الحليم وزير العدل بحكومه الظل. النهارده كمان هيكون معانا بوك ريفيو او نظره على كتاب، وكتابنا النهارده برده مش بعيد عن موضوعنا، هو برده عن الثورات ولكن عن ثوره تونس. النهارده معانا كتاب وهو نظرتان على تونس من الدكتاتوريه الى الديمقراطيه، وده كتبه الكاتب الصحفي الاستاذ كارم يحيى. هنعرف اكتر عن الكتاب دوت، ويمكن هو اكيد من غير ما يقصد او حتى لو كان بقصد عامل مقارنات ما بين الثوره التونسيه والثوره المصريه، ايه الفرق، المميزات، العيوب، احنا رحنا فين، هم راحوا فين، احنا رحنا رايحين فين. هروح ادور على نفسي يعني على مهمة. هنتكلم في الكتاب دوت مع الكاتب الصحفي الاستاذ كارم يحيى. واخيرا وليس اخيرا، ومعانا الملف الاقتصادي وموقف مصر من المعونه الامريكيه، وهيكون الضيف فيها دكتور صلاح جوده مدير مركز الدراسات الاقتصاديه. طيب. ملف مصر الاقتصادي ملف مهم جدا جدا، لان هو الملف الاساسي. بس انت اول ما ابتديتي اتكلمتي على الثلاث محاور اللي بتشغل المصريين عموما في الفتره اللي فاتت، نيجي بقى نتكلم على الاقتصاد، ده المحور اللي تقريبا نسيوه الفتره اللي فاتت. يعني ده ملف فعلا محتاجين ان احنا نفتحه، لان انا ما اعرفش ليه غايب عنا كلنا وليه غايب. لا هو مش غايب عنا، هو المفروض هو كان من اساسات حتى اختيار لا ليه من اساس اختيار من اساسيات اختيار حكومه الدكتور كمال الجنزوري. صح. هو انه رجل اقتصادي، على اساس هو كان المفروض هيكون الاجنده الاقتصاديه في مصر دلوقتي بالظبط. لا طب انا نبتدي يا جماعة و... طيب نبتدي معاكم فقرة الصحافة، فخليكم معانا.